نعم، أولا أوجه تحية للأخوة المنظمين والأخوة المشاركين في هذا اللقاء. في الجانب الآخر نوجه تحية إلى صاحب المبادرة وصاحب الحق، نوجه تحية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى الإمام الخميني رحمة الله عليه في تحديده للجمعة الأخيرة من شهر رمضان كيوم القدس العالمي، والذي بدأ بالجمهورية الإسلامية وبعض العرب والمسلمين نتيجة الحصار على إيران، لينتقل الآن ويصبح هذا اليوم عالمي بكل معنى الكلمة، حيث أن جميع الأحرار في العالم يحتفلون به. القدس التي أنشأها العرب والمسلمين قبل 5000 سنة لموقعها بين النهر والبحر لا يمكن أن يتم تحريرها من خلال التطبيع. لذلك فعمليات التطبيع التي يقوم بها الكيان الصهيوني مع دول الخليج ومع البحرين هي مرفوضة بشكل كامل. في الجانب الآخر أيضا السفير البحريني في واشنطن يتحدث عن المظاهرات ورفض التطبيع على أنها جزء من الديمقراطية في البحرين. الديمقراطية في البحرين تستوجب أولا أن يؤخذ رأي البحرينيين ورأي الشعب في قرار مصيري وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني. لذلك حقيقة هذا الكلام فيه نوع من التحريف للواقع، لأن بالأساس إذا كانت السلطة في البحرين تحترم الديمقراطية وتعتبر أن هناك شعب له رأي، فيجب الاستماع إلى رأي الشعب سواء كان في حالة الحرب والسلم أو في حالة التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا الكيان الصهيوني حقيقة ليس دولة ولا يوجد شعب حقيقة، بينما الشعب الفلسطيني الذي أنشأ القدس قبل 5000 سنة ما زال مستمر في عملية تحرير فلسطين. المقاومة حقيقة هي من سوف تحرر فلسطين، هي من سوف تحرر القدس. أثبتت اتفاق أوسلو أثبت وما جاء بعد اتفاق أوسلو من اتفاقيات أثبت أنه غير قادر على تحرير فلسطين أو الوصول حتى إلى الحد الأدنى من التسويات. لذلك حقيقة لا يمكن اليوم في يوم القدس إلا التأكيد على مسألتين في غاية الأهمية. المسألة الأولى وهي المقاومة، وبالتالي أنا أعتقد بأن الحوار الفلسطيني هو حوار جيد وحوار ممتاز، ولكن هل يمكن الوثوق بالسلطة رام الله؟ هل يمكن الوثوق بالسلطة الفلسطينية؟ هذه السلطة التي جزء منها تآمر على الرئيس ياسر عرفات عندما عرف كذبة أوسلو وانتقل إلى خيار المقاومة مع كتائب شهداء الأقصى. لذلك حقيقة أنا أعتقد بأن الوضع الفلسطيني يجب أن يحسم باتجاه المقاومة بشكل عام سواء كان مع السلطة الفلسطينية أو بدونها. في الجانب الآخر أيضا اليوم في البحرين حقيقة علينا أن نتذكر مسألتين في غاية الأهمية. المسألة الأولى هي الشهيد فلسطين محمد جمعة، الشهيد محمد جمعة الذي استشهد في مظاهرة من أجل فلسطين، ونتذكر النائب أسامة التميمي الذي حرق العلم الصهيوني في داخل مبنى مجلس النواب ليرسل رسالة واضحة للسلطة في البحرين والإخوان الفلسطينيين وإلى العالم بأن شعب البحرين بكل فئاته وبكل مكوناته ويقف مع فلسطين. أنا أعتقد أولا إحنا ندعو طبعا بالشفاء إلى الأخ أسامة التميمي، وندعو مرة أخرى في هذا اللقاء السلطات في البحرين إلى الاستماع إلى الصوت الشعبي برفض التطبيع. التطبيع لن يوفر الحماية إلى الأنظمة التي طبعت
من ما هو قادم من ترتيبات في المنطقة. لا يمكن، انتهى عهد ترامب، انتهى عهد كوشنر، لم يبقى منهم شيء، والتطبيع ونتنياهو سوف يلحقون بما هو موجود أيضا إلى مزبلة التاريخ. وشكرا أخي العزيز.